في واحد الاعتصام داخل امام الشركه ديال ايرمو اللي خدمنا معها مده 4 سنوات. بعد ما كملت المده ديالها القانونيه جينا قلنا لهم ودي بغينا تعويضات على هاد 4 سنوات. المول الشركه او الباترون او المدير العام قال لك كبل ما على كرشك، يعني ما بغاش يتفاوض معنا، ما بغاش يريح مع الاخوان ديالو المكتب النقابي. ما وحنا قلنا اليوم جينا هنا باش ندافعوا على حقنا، وسواء اليوم سواء غدا ان شاء الله حنا غنبداو في التصعيد. حنا اليوم ما داروا معنا والو، غدا ما داروا معنا، وحنا ديما هنا حتى يديروا معنا حل. حنا باغيين التعويضات ديال لمده 4 سنوات، الحساب اللي هو الحساب زائد الكوجيات. حنا كنطالبوا شي حاجه قانونيه، وحنا هذه رساله للمسؤولين من خلال المنبر هذا. كنبغوا نقولوا للمسؤولين الا جاوا لقاونا كنطالبوا شي حاجه ما كايناش يسجنونا كاملين. حنا كنطالبوا بحقنا وجايين بوقفه قانونيه، والمسائل ديالنا كل شيء قانوني، وكنطالبوا بمطالب ديالنا قانونيه. احنا 750 عامل، 750 عامل كلهم في مطار محمد الخامس، كلهم نفس السيتياسيون. حنا عندنا هنا 450 واحد اللي حاضر معنا هنا في الاعتصام، النص الاخر اللي باقي راه خدام، ما بغيناش نديروا واحد العرقه ديال، ما بغيناش نوقفوا الخدمه ديال المطار. النص خدام والنص هنا معتصم، ونبقاو ان شاء الله معاهم هنا حتى يديروا معنا حل.